بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتعرف على بعض خصائص في نظام الأوبونتو، مثل إعدادات الترحيب، تغيير اللغة من الإنجليزية أو تغيير لغة النظام من الإنجليزية إلى العربية أو من العربية إلى الفرنسية، نضغط على أيقونة تغيير اللغة، نختار تثبيت أو حذف لغة، نختار اللغة من هنا، نبحث عن اللغة الفرنسية مثلا، اللغة الفرنسية العربية الفرنسية، نختار اللغة الفرنسية، نقوم بتحديد ثم تطبيق، ننتظر، نكتب كلمة السر، ننتظر حتى يتم تثبيت اللغة الفرنسية، قد تم تثبيت اللغة الفرنسية، نقوم بتغيير لغة النظام من العربية إلى الفرنسية، نضغط زر الماوس ثم ننقل اللغة إلى الأعلى، تم الآن تغيير لغة النظام من العربية إلى الفرنسية، نغلق، نقوم بإعادة التشغيل، تسجيل الدخول إلى النظام من جديد. قد تغيرت اللغة إلى الفرنسية، إن أردنا العودة إلى اللغة العربية أو الإنجليزية أو اللغة الأصلية الإنجليزية، نضغط على لغة ثم نقل اللغة الإنجليزية إلى الأعلى، ثم نعيد تشغيل النظام، تسجيل دخول من جديد إلى النظام، الآن أصبح النظام باللغة الإنجليزية. بعد ما تعرفنا على تغيير لغة النظام في أوبونتو، نذهب إلى تغيير إعدادات الترحيب، ندخل كلمة سر، نختار الإعدادات، تغيير الصورة، لو خط إيقونات والصور، نختار الملف الذي نريد، ثم تغيير خانة الدخول، أردنا ذلك، من
الحنجرة بالأسفل، اختار الموسيقى ثم تجهيز، نعيد تشغيل الكمبيوتر. بعد التشغيل نجد أن الأيقونة تغيرت إلى اليمين بالأسفل. نقوم بتنزيل الدخول، إن أردنا مثلا تغيير الصورة نضغط هنا، نختار الصورة التي نريد، الصورة لا تظهر، يجب الذهاب إلى كمبيوتر سيستم، لا يوجد هذا الشير، هما خلفية خلفية، نبحث عن الصور نجدها هنا، كل الصور متواجدة هنا، نختار الصورة التي نريد مثلا، ونقوم بالحفظ. إن أردنا وضع أيقونة أي الصورة الشخصية، تغيير أو العودة من جديد إلى الإعدادات الافتراضية، نقوم بتجربة الآن، هل تغيرت الصورة أو لا، نعيد تشغيل النظام، ننتظر انتهاء التشغيل ثم نقوم بتسجيل الدخول كي نشاهد هل تغيرت الصورة أو لا. قد تغيرت الصورة أو لم تأتي، المهم نستطيع اختيار الصورة من الصورة التي نريدها، أي تحميل صورة ووضعها في صور ثم اختيارها من إعدادات الترحيب، ونختار الصورة التي نريدها. الدخول إلى ملفات ثم صور ثم يختار الصورة التي نريد، نقوم بتغيير اللغة أولا، خلفيات صالح المكتب، خلفيات صالح المكتب، نختار صورة للتجربة عليها، نضعها في صور في ملف الصور، ثم نذهب ونختار الصورة من ملف الصورة، نضغط حفظ، نعود ونقوم بتشغيل الجهاز، ننتظر حتى ينتهي من التشغيل، قد تم تغيير الصورة، وهذا هو عمل إعدادات الترحيب. تم الآن تغيير الصورة، اختر الصورة التي تريد،
وجعلها خلفية حدادات، وشكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.